هنا بقى هرجع ليسرى، ده معناه ان دي اول مشاركه ليكي السنه دي يا يسرى، مظبوط؟ يس، هي اول مشاركه لي بالمنتدى بشكل عام. يعني منتدى الشباب معروف كتير، واحنا بالاردن يعني كتير في فئه كبيره من الشباب شاركوا فيه على مدى السنين، فدايما الناس بتنصح فيه، وانا كشخص موجود يعني وانا شاب اردنيه يعني وبقدر اني اسمع عن هاي الفرص. بس بالنسبه لي الشيء اللي كان مميز هاي السنه، احنا عشنا سنتين من الكورونا وكان كل شيء فيها فيرتشوال، يعني كل الفرص رقميه، وشو ما كان متعوب على الفرصه الرقميه في جزء من الادماج ما بتحسه، في جزء من التعلم بضله منقوص. ففكره انه نعملت على ارض الواقع، فكره انه اصروا انهم يجيبوا ناس من كل العالم، كانت تجربه كثير جديده وكثير مهمه. لما بلشنا في المحاكاه يعني انا كنت عارفه ومتوقعه انه رح يكون شيء كبير والتنظيم رح يكون ممتاز، بس كنت بحكي للاستاذ انه ما كنت متخيله انه كل الشباب رح يكونوا بهذا القدر من المهارات العلميه والعمليه والقدره على انه بتعرف لحدا ممكن يكون عنده الذكاء بس ما عنده القدره الاجتماعيه لحتى تنتورك مع الناس. صحيح، انت عم تحكي عن كل الريبريزنتيفز لانهم they were selected بطريقه كثير كثير بارتيكولر، كلهم كتير شاطرين وويك لكد من اول يوم، واحنا يعني ما بلشنا اليوم بالمحاكاة على طول، احنا لنا اسبوع بنتدرب كل يوم من الصبح وبنخلص بالليل وبنشتغل على اور ستيتمنتس وبنشتغل مع بعض وبنشتغل مع المدربين. فاليوم كان التتويج يعني وي وير فيري براود، واحنا عم نطلع على الستيتمنتس، عم نطلع على زملائنا اللي انا بنعرفهم اسبوع بس علاقتنا فيهم اتطورت بشكل كتير سريع. متعب كان الموضوع والتدريب كان طويل بس مبسوطين كنا كتير، يعني كنا نضل ال11 بالليل عم نشتغل لانه اولا احنا مقدرين هاي الفرصة اللي اجت بهذا الوقت الاستثنائي، وثانيا عارفين أهمية هاي التوصيات اللي حنطلع فيها ورح تطلع من الشباب ورح تخدم الفئة الأكبر اللي هي الشباب، فكنا مقدرين هاي الفرصة وبنتصرف بناء على هذا الثناء. عمليا التوصيات دي في وقت من الأوقات اللي خارجة منكم كشباب هو هيجي عليكم وقت مش هتبقوا شباب بل هتبقوا انتوا قادة الحكومات وقادة الشركات الكبيرة اللي بتشتغل في كل المناحي وفي كل المجالات، وبالتالي فالتوصيات دي يا رب يا رب تتنفس طبعا في المستقبل القريب، فإن لم يحدث حضراتكم برضو اللي هتنفذوها. بالضبط، يعني إحنا الناس اللي موجودين على أرض الواقع، والإشي المميز بالمحاكاة عن غيرها إنه أنت كنت موجود بمحاكاة قبل وبتعرف إنه هي مش زي لما أنت بتحضر، أنت بتشتغل وبتتعب على السبيتش تبعك وبتبحث وبتطلع وبتقدم، وإذا أنت قدمت منيح تتحمل المسؤولية وإذا قدمت مش منيح تتحمل المسؤولية، فبتعطيك فكرة عن فكرة القيادة. يعني هي أقرب فرصة أنت ممكن تجربها لأنك تكون قائد أو ممثل لوطنك أو شخص دبلوماسي، أنت موجود على المسرح وفي 10 كاميرات عم بتصور فيك، في رئيس عم يحضرك. فدايما الشباب يعني في كتير إيفنتات بتطلع الناس عليهم كحضور أو كمشاركين، إحنا اليوم كنا اللي إحنا عم نفعل، إحنا اللي كنا عم نقدم، إحنا اللي كنا عم نشارك وعم نشتغل. فهاي هي تجربة جزء من اللي قاله سمو ولي العهد الأردني إنه دي فرصة جيدة لتبادل الأفكار ما بين الشباب. Exactly. يعني فكرة إنك أنت عندك شباب من كل دول العالم، شو هي فرصة إني أنا ألتقي في حدا من فنزويلا وحدا من الهند وحدا من السعودية وحدا من الإمارات نقعد نأكل مع بعض؟ صحيح، يعني فرص كتير محدودة بس منتدى الشباب العالمي يقدر يوفر لنا إياها بهدول الأسبوعين اللي عم نقدر نقضيهم. وكمان يعني بتقدر تقرأ على الانترنت عن البلدان، بس فكرة انك تقعد مع الشخص وتسمع عن بلده منه وتقدر انك تشوف التجارب الفعلية، واحنا لان السنة هاي يعني حكينا عن موضوع الجائحة واثارها، انك تتعلم ايش هي الممارسات الصحيحة للبلدان الاخرى سلكتها وترجع على بلدك وتنفذ. يعني احنا كلياتنا صدفة اليوم انه يا اما عم ندرس في مجال حقوق الانسان يا اما عم نشتغل بمؤسسات المجتمع المدني، ففعليا هذا العلم ما رح يخلص، رح نرجع فيه على بلداننا رح نستخدمه ونستثمره بالطريقة الصحيحة. رائع.